موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الجيش الإسرائيلي يكشف في بيان عن وثيقة تتضمن تفاصيل عملية سرية نفذتها قواته قبل نحو 9 أشهر على الحدود مع سوريا، وينشر فيديو يوثق لحظة تسلل كتيبة إسرائيلية وتنفيذ غارة على نقطة عسكرية للنظام داخل سوريا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق في تقريرها الشهري مقتل 177 مدنياً في آذار الماضي، بينهم 28 طفلاً و35 سيدة على يد أطراف النزاع في سوريا. مديرية الصحة في عفرين شمال حلب التابعة للحكومة السورية المؤقتة فرضت حجراً صحياً على قرية قلجة بناحية جنديرس بمنطقة عفرين شمال حلب بسبب انتشار فيروس كورونا. الإدارة الذاتية التابعة لقسد تعلن فرض حظر تجول كلي على ريف دير الزور الشرقي شرقي سوريا ابتداء من اليوم الثلاثاء نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثالثة. وزارة الصحة في حكومة النظام تعلن تسجيل 10 حالات وفاة و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. اندلاع حريقين في مخيمين منفصلين للاجئين السوريين في شرق وشمال لبنان، ما أدى إلى حالة اختناق لأحد اللاجئين والتهام النيران 4 خيام أخرى وأضرار مادية بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.